بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في سورة المائدة الآية 15: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الآن لعل من يسأل ما المراد من النور في هذه الآية المباركة. لا شك ولا ريب أن المراد من كلمة النور ومن هذه المفردة القرآنية الموجودة في هذه الآية القرآن الكريم. أي أيها الناس، قد جاءكم من الله نور. الباري سبحانه وتعالى يعبر عن كتابه العزيز بالنور، ويعبر عنا بتعبير آخر بأن هذا النور نور، ولكن هو كتاب مبين. هنا العلامة المرحوم الطبرسي أمين الإسلام الطبرسي في كتابه القيم مجمع البيان في تفسير القرآن له بيان مهم حول تفسير هذه الآية الكريمة، وله بيان آخر في كتابه الآخر باسم جوامع الجامع، يقول أن المراد من النور في الآية رسول الله. طبعا هذا تفسيرا صحيح، ولكن لعل هناك تفسير آخر كما قلنا بأن المراد من النور القرآن، ويمكن الجامع بينهما. إذن التفسير الذي يشير إليه هذا المفسر بأن النور في القرآن هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول وبواسطته، أي بواسطة هذا النور، أي بواسطة نبي الرحمة، تكون الهداية للخلق. ونحن أيضا نستطيع أن نقول بواسطة القرآن الكريم تكون الهداية للبشرية وللناس. التفت، يقول المراد من النور في الآية رسول الله وبواسطته تكون الهداية للخلق كما تكون الهداية بواسطة النور. إخواني، هذا النور يختلف مع سائر الأنوار الموجودة في الدنيا. وأما الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي في كتابه القيم التبيان في تفسير القرآن له بيان آخر ذيل هذه الآية الكريمة، يقول وإنما سمي نورا، أي المراد
من هذا هو النبي الأكرم. لماذا سمي النبي بالنور؟ يبين هذا المفسر ويقول: إنما سمي نورا أي النبي لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور. ويجب أن يتبع لأنه نور مبين الحق من الباطل في الدين. وإن شاء الله في الحلقة الآتية سوف نشرح كلام هذا المفسر أكثر وأكثر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.